طيب مرحبتين استاذ فتحي مره ثانيه، احنا اسفين مره اخرى على الازعاج الحقيقه. على اي حال مرحب بك مره ثانيه والحمد لله على السلامه، وكما قلت سابقا نحب ننقل لك تحيات جميع اخوانك واخواتك بالخارج، وكلهم يشدون على ايديك ويتمنوا لك التوفيق وهم معك قلبا وقالبا باذن الله. أستاذ فتحي خليني نسألك مرة ثانية، أنت تو لك حوالي أسبوع خارج السجن، إيش هي انطباعاتك على الأمور في ليبيا الآن؟ يعني بعض الناس احنا نسمع عن إصلاحات ونسمع عن انفراج، إيش رأيك أنت إيش اللي صاير الآن في البلد من وجهة نظرك؟ وبعدين هل فيه ردود أفعال لخروجك من السجن ولتصريحاتك الأخيرة؟ تفضل أستاذ فتحي. على العموم سلامي إلى كل الإخوة المواطنين خارج، وأتمنى لهم التوفيق وأن المعنويات تكون عالية، وإن شاء الله ربي يقدر الخير. طبعا أنا لي أسبوع ما طلعتش، عبارة عن وجودي في البيت، ولكن الانطباع أن الناس زي ما تقول ما زالوا يعانوا من أول صدمة حكم ديكتاتوري 35 سنة، وصوتي يتكلم معارض فجأة خلال أسبوع، ويسمعوا فيه في الإذاعات الخارجية ويراقبوا في الأوضاع. فالمواطن العادي تو قاعد يراقب في الأوضاع بطريقة يرى إن ما فيش ردة فعل بالنسبة للنظام بالنسبة لي، وهذه الأمور هذين. فكثير منهم شاكين، وكثير منهم يعني أمورهم مش يعني هو جمهور الصامتين، باش يقرر تديله فترة شوية باش يعطي انطباعات وثقة يكون على أرض سليمة وعلى أرض يعني متينة، باش يكون رأي وفكرة معينة. لكن من خلال استقرائي للأمور أن هناك يعني الإحباط اللي كان موجود بدأت المعنويات ترتفع، وبدأت تزداد يوم بعد يوم، وبدأت بعض الشخصيات تمر علي ولو انها يعني في حدود، ولكن يعني بدأت تجي وتسأل وتكلم وتناقش، وفي اللي ما نعرفهاش بده يجي. فالأيام القادمة هتظهر أكثر، لكن أنا شايف الأمور إن شاء الله هتمشي كويسة، شايف إن في تشجيع، وعلى حسب اللي عنده اتصالات باللجان الثورية تلقاه متشائم، واللي عنده هيك رؤية بروحه تلقاه نظرته فيها تفاؤل بهالأمور هذين. لكن الأمور ستكون بإذن الله ماشية للأحسن. يعني هذه هي تقريبا. شكرا استاذ فتحي. طيب يا استاذ فتحي، يعني هل في رايك الان ان الاجواء في ليبيا الان اصبحت اكثر مناسبه للناس ان هي تجهر باصواتها؟ يعني هل مساله الخوف والخطر من المجاهره في رايك اقل من قبل؟ تفضل. طبعا الو، هو طبعا الامور يعني على حسب استقرائي للامور وحسب نظره الناس، الناس مذهوله مش عارفه كيف تدير، لكن يبدو لي هتكون فتره تشجيع، وهتكون في فتره مبادرات، واكيد فيه كثير من الناس هيحاولوا يعني هيتصرفوا بطريقه معينه، وممكن هتصير هو يبدو لي حتى النظام بادي في هلع، يعني عدم ثقة وعدم كذا، ويروا ان واحد تكلم معناها وين القوة وين الحصانة بتاعه وين كذا، وهالامر اللي كان الهالة الكبيرة اللي كانت موجودة بدأت يعني زي الجليد كل مرة بادي يعني ينخش. فبالتالي كل يوم يبدو لي الأمور هتكون أحسن وكل شيء هيبدأ يدير، ولكن البعض بيراها أن فيها مجازفة وأن الأمور دايرة. طبعا يعني يروا أن هي فترة سكوت وكذا، ولكن أنا في رؤيتي أن الأمور تغيرت، وأن النظام يعني أسلحته سنونه أظافره بدأت تتقلم، وأموره بدأت تتقلص، وان صارت عملية الثلج هذا بدا يدوب،
والحالة النفسية يبدو لي بدأت تتحسن، وهذه ما أراها يعني، لكن دارت زوبعة داخل المجتمع، والأيام القادمة هي اللي تحدد الأمر هذا. لكن برضه أنا محتاج من كل العناصر، يعني ما تخلوش مثلا الاعتماد علي أنا ولا كذا، ولكن كل فرد له دوره، حتى الدور اللي برا تحاولوا عن طريق اللقاءات، عن طريق كل شيء، لأن هذه أنظمة حديدية تبي لها فترة الناس باش تعيد ترتيب أنفسها وتعيد الثقة بأنفسها. وفيه اللي بيقول لك أنا شو مصلحتي، هل أنا أستمر ولا مش أستمر، فهذه هي الأمور هذين. اتفضل. اتفضل. شكرا أستاذ فتحي، بارك الله فيك وصدقت، ونحن معك وإخوانك معك إن شاء الله، والأمور إن شاء الله حتى في الإخوة في الخارج بإذن الله بدأ فيه تكاتف أكثر وفيه تنسيق أكثر، وإن شاء الله يوم النصر قريب. أستاذ فتحي، خليني نرجع لقضية السجناء السياسيين. المسؤولين الليبيين دائما يؤكدوا بأنه لم يعد هناك سجناء رأي، وما فيش سجناء سياسيين داخل السجون الليبية. في رأيك، يعني إيش رأيك في هذا؟ كم عدد السجناء حسب توقعاتك؟ وأيضا ما هي نوعية السجناء اللي قابلتهم؟ وما هي اتجاهاتهم؟ هل هناك تيارات مختلفة ولها وزن داخل السجن؟ وأيضا ما هي حالة السجون والسجناء الليبيين؟ لو تحدثنا فقط بعجالة عن هذا، تفضل. والله ما بنعتبرهم كلهم سجناء رأي، وكلهم يعني بيتطلعوا بطريقة ولا أخرى ضد النظام، وهذه هي. أما باش نقولوا إن هم التصنيفات والأمور هذين، في كثير منهم شباب رؤيتهم يعني في حدود إن هي إن البلد يعني فقدت الشرعية فيها وكل شيء، فبالتالي كل واحد بيقاوم بطريقته، وبالتالي يعني مجموعة كبيرة بدأت تتفهم إن التغيير ضروري يصير، وكل واحد بيراه بالطريقة اللي يناسبها. يعني أخوان المسلمين يروا إن التغيير سلمي وضروري من الحوار والأمور هذين، وبعدين في بعض المجموعات يعني التيارات الإسلامية ما هيش متطرفة ما هيش كذا، ولكن برضه بتنظر الأمر بأن التغيير ضروري يحدث، وممكن صار تعامل بينها وبين النظام، فالنظام استعمل عنف فبدأت تدافع عن أنفسها، وهذه هي الأمور هذين. لكن عموما كلهم شباب جيدين كويسين مستعدين يتعاملوا مع أي أوضاع، ولكن في إطار طبعا نحن كدولة عربية مسلمة لينا خصوصياتنا ولينا كل شيء، وإن هذه لابد أن تحترم بها الأمور هذين. لكن الإخوة في بوسليم ولا في عنزارة ناس يعني جيدين، وحتى اللي ما عندهاش خبرة ممكن يعني يفهم في، وهذا يعتمد على اللي يمسك العمل السياسي ان هم يكونوا ناس مسيسين وناس جيدين وناس فاهمين، مش قضية ان هو يبي معمر القذافي متمسك بكرسي ما نجون احنا حتى احنا نتصرف ونفس التصرف. فبالتالي ضروري تكون فيها يعني نكران الذات، وتكون النظرة إلى المصلحة العامة والأمور هذين. هذا اللي أنا أراه وأنا شفته بالنسبة لأبنائي وإخواني في سجني مسلم وعنزارة. شكرا استاذ فتحي. استاذ فتحي، ما دمنا مازلنا نتكلم عن السجناء، ايش هي الحاله النفسيه، حاله الحاله النفسيه للسجناء، وهل عندهم رساله يريدون ايصالها الى منظمات حقوق الانسان الدوليه في الخارج؟ يعني ايش هي حالتهم النفسيه والصحيه؟ هل لديهم رساله يريدوا توجيهها إلى منظمات حقوق الإنسان الليبية والعالمية والدولية؟ تفضل. النفسية المعنويات عالية جدا، ولكن طبعا يعانوا من مشاكل صحية، وطبعا المكان كان يعني كانت برضه يحتاج إلى صيانة. تو بدأ النظام من حوالي شهر بيش، لأن عرف إن المنظمات الحقوقية في العالم هالجي، فبدأ يدير في صيانة بطريقة زي مثيرة للدهشة يعني. يعني صيانة كبيرة وفيها حاجات كويسة، تحس بأن هذه ديار كأنها في أوتيل 3 نجوم ولا 4 نجوم، هذه الأمور هذين. لكن بالنسبة للحالة الصحية طبعا
السوداء هم معظمهم اللي يقوموا بعملية العلاج. في دكتورين، الدكتور عبد الرحمن الديباني والدكتور خالد الهاشم، وفي مجموعة من الشباب ما كملوش، يعني كانوا في آخر سنة في كلية الطب وفي كلية الصيدلة، وفي صيدلي هم اللي يقوموا بالرعاية بالنسبة لكل السجناء. فبدأت تجي بعض التخصصات يوم بعد يوم للسجن. فإدارة العيادة من السجناء ما فيش حد تاني من برا، يعني هذا هو الأمر. لكن المعنويات عالية، وعندهم الاتصالات، عندهم الإذاعة المرئية، يشوفوا البرامج يعني بشكل عادي، وحلقات فكرية، وقاعدين يتكلموا على الخصخصة وعلى المجتمع المدني وعلى كل هذه الأمور. ففيه ثقافة غير عادية، ومجتمع يعني تفتخر به. هذا هو اللي موجود في سجن المسلمين بالذات. لكن عين زارة هو سجن موقوفين، فبالتالي كل مجموعة محصورة في المكان بتاعها، سواء 10 15 واحد، ولا يجوز لها إن هي تحتك بالآخرين. يبوا من المؤسسات الدولية، من حقوق الإنسان، من العفو الدولية، إن هي تقف معاهم وتدخل بناتهم ويستقبلوهم ويشوفوا حالاتهم، لأن حالاتهم طبعا معظمهم عندهم عائلات وفقدوا مرتباتهم وأولادهم من غير دخل، وأصبحت مشكلة إنسانية غير عادية. وفي البعض اللي حالته مستعصية، وإدارة السجن ما تبيش تحول إلى علاج برا، وهالأمور هذين هي اللي يعانوا منها وكذا. لكن على العموم إن معنويات عالية وثقتهم في الله كبيرة. تكلم. شكرا استاذ فتحي، بارك الله فيك. طيب يا استاذ فتحي، في لقائك الاخير مع قناه الحره تكلمت عن المصالحه الوطنيه. كثيرين مش فاهمين بالضبط ماذا تقصد بهذا المفهوم، يعني ايش هو مفهومك للمصالحه الوطنيه؟ وهل هناك من يشاركك هذه الفكره؟ وهل فيه إمكانية للمصالحة الوطنية تحت ظل نظام استبدادي زي نظام القذافي؟ ربما تشرح لنا النقطة هذه أستاذ فتحي، فكرة المصالحة الوطنية ماذا تعني بها بالضبط؟ تفضل. اللي نعنيها ان احنا نقعد كلنا في دائره مستديره، وحتى النظام اذا كان يبي يقعد في ياخذ كرسي في داخل هذه الدائره ويطرح اموره مع جميع كل الاطياف الموجوده برا وفي الداخل، ونحاول نديره ميثاق وطني، ونحاول نديره الامور هذه على اساس ان تكون كل التغيرات سلميه، وفي ظل اطار زي ما حدث في بعض البلدان في أوروبا الشرقية، وما حدث في أماكن واجدة يعني. فنبوش استعمال العنف ولا الأمور هذه، وإلا هيفلت النظام، تفلت الأمور منا. فبالتالي خلينا نقول يعني مثل حي في المنطقة لتغير سلمي. شكرا. أنت أيضا ذكرت في أحد أحاديثك مسألة الجبهة الوطنية. هل هناك في الداخل هناك تنسيق مع آخرين للعمل من أجل إنقاذ ليبيا في الداخل؟ هل في تجاوب؟ هل لاحظت في تجاوب؟ هل هناك شخصيات في ليبيا تقبل هذا الطرح وفعلا مستعدة إلى تكوين هذا النوع من العمل المعارض المنظم من داخل ليبيا؟ هل في تجاوب؟ هل في تنسيق؟ سيد فتحي تفضل. سيد فتحي هل ما زلت معي تسمعني؟ سيد فتحي تفضل. يبدو أن الصوت ضاع. سيد، السلام ورحمة الله. مرحبتين سيد فتحي مرة ثانية. أنت قبل أن تطلع أنا كنت نتكلم على مسألة الجبهة الوطنية، وقلت هل في اعتقادك فيه نوع من التنسيق الآن بين بعض الشخصيات داخل ليبيا تحاول ان هي تتلاحم مع بعضها وتشكل جبهة وطنية تعمل على احداث تغييرات داخل ليبيا؟ هل فيه تنسيق مع اخرين داخل ليبيا؟ هل فيه تجاوب من الاخرين داخل ليبيا؟ لانك انت ذكرت مسألة الجبهة الوطنية يومها عندما تحدثت في
المستقلة أو في الحرة على ما أعتقد. تفضل. والله ان شاء الله، يعني ان شاء الله نحن في سعي طبعا، لان الامر العمل في ليبيا في الداخل ما هو سهل، له حساسيته ولها استقلاليته وله ظروفه الخاصه، وبالتالي حتى اللي بيتعامل حاليا بيتعامل بحذر وكذا. فانا تو خذيت المبادره وان شاء الله ربي يسهل، يعني اتوقع باذن الله خير، يعني اذا مرت الامور كويس. ايوه تفضل. طيب أستاذ فتحي، أستاذ فتحي خليني نسألك سؤال آخر. هناك تخوف أستاذ فتحي من أن تفضي الولايات المتحدة، تغض الولايات المتحدة الطرف عن ملف حقوق الإنسان في ليبيا على حساب مصالحها وصفقاتها التجارية. يعني في تخوف من أن أمريكا ربما ترمي بحقوق الإنسان عرض الحائط في سبيل مصالحها الخاصة وصفقاتها التجارية. كيف تنظرون إلى طبيعة العلاقة الليبية الأمريكية؟ هل لديكم تخوف من هذه العلاقة؟ أنت في مقابلتكم مع قناة الحرة طبعا أشرت إلى مسألة المصالحة، احنا تكلمنا على هذا، لكن قضية العلاقة بأمريكا كيف ينظرون لها الليبيين الآن، وكيف تنظر لها أنت بالذات؟ هل في تخوف من هذه المسألة؟ تفضل استاذ. عليهم هذا الموضوع وقلت لهم ان شاء الله ما تكونش صفقه، وهم يعني بداوا يستوعبوا الامور هذينا، وبالتالي لحد الان هذا كلامي وهذا موقفي وهذه نظره الامور هذينا. ونحن بجهادنا سواء في الداخل ولا في الخارج ان شاء الله نثبت حسن النيه وحسن الكذا وقدرتنا على ان نحن نحمو يعني انفسنا. وانا تكلمت مع برضه مع مجموعه من اعلى المستويات اللي لها علاقه مباشره مع الرئيس بوش، وقلت لهم ان قضيه لوكربي ما كانش عندنا فيها لا ناقه ولا جمل، ما قضيه اليو تي اي ما كانش عندنا نفس العمليه، وبالتالي هذه كلها كان النظام ومجموعته المجرمين هم سبب في الامور هذين، وارجو ان لا تكون هناك صفقه في بعض الاشياء هذه. من الشعب الليبي لا حساسيته، والعالم العربي بدأت حتى نظرته تسوء بالنسبة للأمريكان خاصة في العراق والأمور هذين. فبالتالي يبدو لي هم عندهم الرؤية هذه وبيحاولوا بقدر الإمكان، يعني لا أدافع عنهم ولا عندي جواب شافي في الوقت الحاضر، ولكن الأمور تقول إنهم لديهم علم وإدراك في هذا الموضوع. تفضل. شكرا أستاذ فتحي. فيه سؤال احنا نسيناه لما تكلمنا عن السجن. انت قلت ان هناك حوارات فكرية راقية داخل السجن وهناك نضج كبير داخل السجن. هل هناك موقف متبلور وواضح عندكم للقضية الليبية عند هؤلاء المساجين واللي يمتازوا بثقافة وفكر عالي، هل عندهم موقف متبلور وواضح من القضية الليبية؟ تفضل. نعم عندهم موقف، يروا انه ضروري من في مجتمع مدني، فيه قانون، فيه دستور، فيه دولة مؤسسات، النظام قاعد يحتضر، وبالتالي ماذا بعد هالنظام هذا؟ فبالتالي كان نقاش، يعني نقاش كنا دائما نقول ان احنا، يعني انا بالنسبه لي نقول لهم نحن يعني المشكله اللي ما بعد نهايه هذا النظام كيف نديره وكيف نتعامله. فكانت دائما في حوارات يوميا بهالامور هذين برغم الهموم الموجوده وثقل المسؤوليه بالنسبه للشباب والناس الموجودين والمعاناه والامور هذين، لكن برضه يعني هموم البلد دائما كانت في فكرهم وكل شيء. وهذه طبعا يعني هتتبلور بعدين لما يطلق سراحهم ويقعدوا مشاركين في امور البلد، فكلهم دور فعال، يعني على الاقل افضل من الاوباش اللي قاعدين توا حاليا في النظام اللي لا عندهم لا ما عندهمش شيء الا ان هم كيف يملوا جيوبهم وكيف يسرقوا وكيف يغيروا ويزيفوا التاريخ لكي يعبدوا هالزنديق اللي قاعد يحكم في هذه البلد. شكرا استاذ فتحي، بارك الله فيك. طيب استاذ فتحي، انا احنا اليوم طولنا عليك وارهقناك معنا، لكن هل ما زلت معايا؟ هل الصوت مسموع يا اخ فتحي؟ هل انتم ما زلتم؟ هل الصوت ما زال واضح؟ هل مسموع؟
طيب استاذ فتحي قول لي لو الصوت مسموع. نعم طيب شكرا شكرا استاذ فتحي، احنا طولنا عليك وارهقناك معنا. انا اريد ان اختم، نبيك نبي نعرف ايش هي رسالتك اللي تبي توجهها الان الى الشعب الليبي بالداخل، وايضا اريد منك رسالة الى الوطنيين المعارضين لهذا النظام بالخارج. ماذا تقول لإخوانك وأخواتك الذين يحاولون قدر جهدهم التعريف بالقضية الليبية في الخارج ورفع صوت الشعب الليبي في الخارج وتعرية هذا النظام في الخارج؟ ماذا تريد أن تقول لإخوانك وإخواتك بالخارج، وأيضا ماذا تريد أن تقول للشعب الليبي بالداخل؟ تفضل أستاذ فتحي. نقول للشعب الليبي ثق في نفسك، خلي عندك ثقة، ولا يتم تغيير إلا بالفرد الليبي، وإن يكون إيمانه قوي، وهالجبروت اللي هم قاعدين يشوفوه راهو إنسان تافه ونظام فاسد، وبالتالي ساهل إن هو يطيح، وتبي له عزم وإرادة وبالتكاتف، وينسوا ويبغضوا عملية القبلية، وينذروا ان هم كمواطنين عرب، وينسوا برضه ان هم عملية الليبية المنحصرة في ليبيا وبس، ولكن علاقتهم بجيرانهم وبقية خوتهم في بقية العالم العربي بل العالم اجمع تكون نظرتهم نظرة شمولية على انهم جزء من العالم، العالم اصبح قرية صغيرة، وبالتالي مفروض يكونوا بهالطريقة دي. هذا هو الرأي بتاعي، وهذه كلمتي للمواطن الليبي، إن شاء الله ربي يعودوا إلى أوطانهم ويتعلموا ويتعلموا يكونوا يعملوا بروح التيم جروب، يعني مش كل واحد فيه الأنانية والفردية، لا كلنا مجموعة واحدة وكل واحد له دور، وإذا لم تكون هذه هي الفلسفة فبالتالي لن نستطيع أن نلتقي ولا أن نستطيع أن نبني حضارة. شكرا استاذ فتحي، بارك الله فيك. انا نحب ايضا ننقل لك تحيات الاخ سليمان دوغا من قناة المنارة، والاخ محمد العطيوش من قناة المنارة ايضا يحييوك جزيل التحية. ربما الاخ سليمان يود ان يقول كلمة. استاذ سليمان، وبرضو استاذ فتحي قبل ما ننهي، انا طلبت منك ان تعطينا رسالة لاخوانك في الخارج على وجه التحديد، ثم ناخذ الاستاذ سليمان. شكرا، تفضل. والله اخواني في الخارج يعني انا اطلب منهم يعني كيف الاخوه في الداخل، يعني الثقه في النفس والصبر ويعملوا تيم كبروح الفريق، وهذه هي الامور هذين يعني، لكن مش كل واحد يتحرك بروحه وكل مجموعه تقعد مجموعه قزميه، وبالتالي مش هنقدر نديره يعني اي حاجه، وبالتالي ارى ان نحن يعني الفئة الصغيرة بتحترم رأي الجماعة، وبالتالي كل شيء سيتقدم يعني. أما إذا كان كل واحد يأخذ الأمور كناحية فردية فعلينا أن نحترم الرأي والشورى وكل إنسان، وهذه مرحلة، اليوم أنا عندي بكرة عندك، وكل واحد هياخذ طريقة بإذن الله. وأنا عارف أنك بتعيشوا في الغربة، وتعيشوا بشعور مزدوج وأفكار مختلطة، وكل واحد عنده رأي الآخر، وبالتالي ضروري إن نحن يربطنا هامش واحد، وهو نحن كديننا كمسلمين وبلادنا العربية وهذه هي، وشعورنا الإنساني إننا نحن جزء من هذا الكون، يعني ما نكونش شعورنا عدائي. هذا هو اللي أنا نطلبه من الإخوة، وتكونوا دماغكم مفتوح وتتقبل الآخر، حينما تتقبل الآخر إلقاء الآخر سيقبلك، وبالتالي يقعد ميتشوال بنفيت بين الناس وبعضها. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ فتحي، بارك الله فيك. طيب أستاذ فتحي، احنا حننهي الآن، احنا غدوة سيكون عندنا لقاء موسع في قناة ليبيا المستقبل وقناة ليبيا المنارة، الاثنين ينظمون غدا لقاء موسع ستتواجد فيه قيادات المعارضة الليبية والناس المتابعين والمهتمين بالقضية الليبية. طبعا الدعوة موجهة ليك، إذا بإمكانك الحضور والمشاركة بإمكانك الدخول غدا
لمجرد الاستماع إذا أردت، ولكن الدعوة مفتوحة إليك إذا أردت أن تكون معنا غدا. وابنك محمد ما شاء الله عليه سيعرف كيف يقودك إلى هناك إن شاء الله. أنا نشكرك مرة ثانية ونشد على أيدك، وأيضا أبلغك تحيات كل إخوانك الليبيين في الخارج. الناس كلها تتحدث عنك، الناس كلها تراك فعلا الآن رمز لنضالنا ضد هذا النظام. ربنا يوفقك وربنا يخليك وربنا يسلمك. وأنا الآن بنعطي المايك للأخ سليمان دوغة لكي يتحدث إليك، ثم ننهي إن شاء الله. تفضل أستاذ سليمان. المايك للأخ سليمان دوغة لكي يتحدث إليك، ثم ننهي إن شاء الله. تفضل أستاذ سليمان. طيب شكرا يا أخ حسن، شكرا أستاذ فتحي، مساك الله بالخير. وإحنا أكيد تقلنا عليك، لكن نحن زي ما قال أخ حسن نأكد على الكلام تاعنا، نحن فخورين بك جدا جدا، وأنت الآن إن شاء الله بدأت ترسم لنا خطوات على الأقل القدوة في الداخل. ربي يوفقك إن شاء الله دائما لما يحب ويرضى. أنا نبي نسألك سؤال أستاذ فتحي، ربما مختصر ولكن نتمنى تجاوبني. أنتم في داخل السجن كنتم تيارات وكنتم يعني ألوان طيف متنوعة، فلو سألتك سؤالا، ما هو الهدف أو السقف اللي ممكن نتفق عليه نحن جميعا الليبيين رغم اختلافاتنا يعني ومشاربنا وتنوعنا؟ إيش هو الهدف اللي أنتم في داخل السجن جمعكم جميعا يعني؟ ما هو الهدف اللي ممكن بالفعل أو السقف الذي يجمعنا حتى نحن في الخارج وممكن نتوحد عليه جميعا؟ ومشكور وشكرا لك على تخصيصك لنا الوقت هذا، ونحن آسفين مرة أخرى أخذنا من راحتك ووقتك الثمين. شكرا، وتمنياتي لك دائما بالتوفيق إن شاء الله. الوطن وظروفنا، وإن نحن يعني كلنا مضرينا، وبالتالي علينا الهدف يكون واحد، العدو واحد مشترك، وبالتالي وتجمعنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد هذا ما فيش أي حاجة تانية إلا إن نحن نحترم القانون وندير دستور ودولة مؤسسات، ونحترم الشورى ونحترم رأي الآخر، وكل واحد له دور، وهذا كيو كل واحد يصب فيه، وبعدين كل واحد ياخد دوره فيه، وهذه هي الأمور اللي دايرة. لكن إذا كان ما اتفقناش في الأمور هذه معناها تشتت، لكن أنا نرى إن الأمور بدأت تتغير، وإن فهمنا للآخر بدأ يتوسع، وبالتالي السياسة مران والعمل السياسي مران والحوار مران، ويحتاج إلى وقت وإلى صبر. وأنا أعتقد إن كثير من الناس بدأت تتفهم هذه الأمور، وإن شاء الله خير بإذن الله. شكرا، بارك الله فيك. واحنا شاكرين لك يا استاذ فتحي كل مجهوداتك، وفعلا انت الان بدات خطوه كبيره على طريق النصر باذن الله. وانت لست وحدك، انت لست وحدك، معك اخوانك واخواتك بالداخل، وايضا معك اخوانك واخواتك بالخارج. ونحن سنحاول ما بوسعنا وما بأيدينا من إمكانيات بأن نوصل صوتك وصوت الشعب الليبي إلى جميع أنحاء العالم ولكل المؤسسات وإلى كل الحكومات. وإن شاء الله النصر قريب. بارك الله فيك وربي يحفظك ويخليك. ومرة ثانية أنقل لك تحية الجميع وتمنياتهم لك بالتوفيق والنجاح في مسعاك والذي هو مسعانا جميعا. شكرا وبارك الله فيك، وشكرا لمحمد أيضا ابنك البار اللي ساعدنا ومكننا من إجراء هذا اللقاء. شكرا يا سي فتحي، الله يبارك فيك. شكرا يا أخي، وأشكر بالشكر الخاص لزوجتي وابني محمد الذين وقفوا معي في هذه الفترة. وبارك الله فيكم، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.